طيب نروح لأخبارنا سريعا. دايما البداية بتبقى برضو من النادي الأهلي. النهاردة ريني فايلر كان متعودين طبعا ان احنا عشان بنلعب مباراة كل 3 أيام فما بنلحقش، يعني بننزل التدريبات بعد الماتش على طول. النهاردة منح اللعيبة راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة. طبعا زي ما احنا عارفين انه الفريق خاض عدد كبير من المباريات في وقت قليل جدا، علشان كده فضل انه يستغل انه المباراة اللي جاية هتكون يوم الجمعة، يعني فينا اسبوع، فدي هتكون مع وادي دجلة، فاداهم الراحة دي، راحة لمدة 2 يوم. هيعودوا للتدريبات ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي، يعني لا النهاردة ولا بكرة في تدريبات راحة ان شاء الله. سلبية طبعا بيستعيدوا وقت يعني. بيستعيدوا الاستشفاء تاني، وبترجع اللعيبة للحالة البدنية الطبيعية كمان.